بأجندة لليوم نحن وياكم مشاهدينا رح نتعرف على جمعية بسمة، تفاصيل أكثر عن هذه الجمعية مع رئيسة الجمعية سيدة ساندرا خلات عبد النور. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عياد مجيدي ساندرا. عياد مجيدي على الكل إن شاء الله. ساندرا، لما نحكي عن جمعية بكون عم نحكي عن مجتمع مدني، بكون عم نحكي عن تكاتف تعاضد، عم نحكي عن خلينا نقول نظرة نحو الآخر، وقديش نحن بنفتقد اليوم بمجتمعنا لشوي يعني أكثر إذا بدي أقول هذا التعاضد اللي كان موجود أكثر وبلش يخف مع الوقت. قبل ما فوت بجمعية ونشاطاتكم بدي شوي أنا وأنت نحكي عن مفهوم التعاضد والنظرة إلى الآخر، مفهوم قديش نحن من واجباتنا يمكن بطريقة غير مباشرة إنه يكون عندنا تطلع لحدا تاني يمكن أفقر، يمكن بحاجة لكلمة، يمكن بحاجة لنظرة، بحاجة لكثير إشياء نحن بركي عنا إياها. صح جو، هيدا اللي عم تقوله كتير مزبوط، لأنه نحن بمجتمعنا نحن مجتمع كتير عم بيكون الأوضاع صعبة على الجميع. مشان هيك التعاضد والسوليداريتي هي أهم شيء يعني. وصح أنه خفت بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي هي صعبة على الكل، مش بس على العائلات المحتاجة، صعبة حتى على الشركات وصعبة على الناس اللي هي أصلاً كانوا محسنين وكانوا عم بيساعدوا. بس بدي لك شغلة كمان، أنه لو ما هالأشخاص كلها عم بتمد إيدها وعم بتعمل الخير وكل هالمحسنين وكل هالشركات اللي عم بيوقفوا حد المجتمع المدني وحد العائلات المحتاجة، كان فرط المجتمع من كتير زمان يعني، إذا بعده واقف على إجري لأنه في هول الناس تحديداً. صح. ساندرا، يعني اليوم بتعرفي بأيام العيد، يعني سبحان الله عيد الميلاد وشهر رمضان الكريم، بتحسي بهالفترتين إنه وتيرة العطاء بتزيد تلقائياً بلا ما نحن الحزواء. وهون أهمية العيد إنه يرجع يذكرنا بكتير أمور نحن أوقات بننساها، بركي أوقات يمكن مش بننساها بس انه كمان ظروف الحياة صعبة. قديش كل حدا منا قادر يساعد من محله، قديش كل حدا منا قادر يساعد. بتعرف اليوم بكل لحظة نحن ماشيين على الطريق في حدا مشرد، في مسن، في عجزة، في أطفال، في بالبناية حدنا، جيراننا، قديش قادرين نساعد كل حدا منا بمحله؟ أول شيء بدي لك أنه مزبوط على الأعياد بتحس المساعدات كتير عم بتزيد، وهذا الشيء منيح لأنه بفترة الأعياد بتحس أنه العائلات المحتاجة بتفتقد للبسمة، لأنه بيصيروا عايشين بهيك بكآبة بفرستريشن، لأنه ما قادرين يأمنوا لأولادهم ملابس العيد، طعام العيد، فرحة العيد وهدايا العيد. مشان هيك الناس بتزيد التبرعات وحس الإنسانية بهالفترة، وهذا الشيء كتير منيح. نحن ببصمة منتكل على مش دايماً على المساعدات المادية يعني كمصاري، وهذا اللي عم بتقوله كمان كتير مزبوط، لأنه كل واحد بمحل ما هو بموقعه في ساعد. نحن كتير وقات بيعطونا ملابس للأشخاص، بيعطونا ملابس مستعملة، بيعطونا مواد غذائية، بيعطونا يعني الشركات بيعطونا بيتون بلاط، يعني مساعدات عينية، خلينا نقول عينية نحن بنستعملها تنساعد كل هالعائلات. وهذا الشيء كل واحد يعني، حتى حكيم سنين، في حكيم طبيب، كل واحد بطريقته. بما أنك رحتي عم تحكي عن بسمة وعن كيف بتساعده، من هي بسمة؟ من هي الجمعية اللي اسمها حلو، خليني أقول يعني التسمية حلوة، وقداش نحن البسمة مساعدة كمان نخلي حدا يضحك بحد ذاتها، هي فرصة لنعطيه أمل أكثر وأكثر. خبريني عن هذه الجمعية، شو هدفها الأساسي؟ بسمة تأسست من 15 سنة بعام 2002، هدفها الأساسي نوصل العائلات المحتاجة للاستقلالية المادية المعنوية والنفسية، يعني منكسر حلقة الفقر. نحن صحيح أنه تشاريتي، بس نحن مش بس تشاريتي، يعني مش بس منفوت على عائلة مندرس وضعها ومنحط خطة عمل، يعني منأمن لهم على المدى القصير كل حاجاتهم الأساسية من طعام وملابس وكل هول، بس نحن منطلع أبعد من هيك يعني، ومنركز على الإدوكيشن. عن مدارس ليلية منعطي 100 ساعة دروس خصوصية بالشهر تقريبا. صحيح. عنا مكتب التوظيف، تدريبات مهنية للنساء، وهذا بيوصل العائلة تتصير مستقلة، حتى منتابعهم نفسيا لأنه كلهم عندهم حالة كآبة، وهذا الشيء بيمنعهم يقدروا يشتغلوا ويواجهوا المجتمع. يعني بتشتغلوا تنمية بشرية تحديدا، يعني هذا الشيء اسمه تنمية بشرية. مزبوط. اليوم لما نعلم حدا، لما نعطي مهنة لحدا، قديش هذا الشيء مهم. يعني تعرف اليوم المثل كتير
كثير بنستعمله انه ما تعطيني السمكة علمني كيف تصيدها. صح، احكي لك نحن بعد 15 سنه النتيجه اللي شفناها، يعني العيال وين كانوا وين صاروا، العيال اللي بقيوا مع بسمه كل هالفتره وواكبناهم وواكبنا الاولاد بكل مراحلهم بكل دراستهم، بنشوف الاولاد اللي كانوا صغار اليوم نفتخر انه تخرجوا من احسن جامعات، ونحن عم ننعزم على التخرج وعم بفوتوا يشتغلوا باحسن شركات. واليوم في شخص من اولاد بسمه اليوم نقوا بين 5 أشخاص بين 200 شخص اليو ان دي بي حوا بعتوه على الكويت. يعني نحن بنفتخر بأولادنا. نعم. وهذا الشيء بيقول يعني في طاقات موجوده، ولكن بده مين يرعى هيدي الطاقات ومين يكون موجود حد كل هيدي الطاقات. صح، وهذا اللي بياكد انه نحن طريقه عملنا وميزه بسمه هي هالمساعدات المتكامله، مش بس بنساعد بالمواد الغذائيه او بالطعام او نحن هيدي المساعدات المتكامله، ترميم وتجهيز البيوت، التربيه. نعم. هذا كله اللي بيصب بالعائله اللي بيخليها توصل لنتيجه. نعم، بيخليها تكون واقفه على اجريها هيدي العائله. صح. تحديدا بلشنا نشوف مجموعة من الصور الخاصة بنشاطاتكم رح نشوفها تباعا على الهواء نحن وياك ساندرا، ولكن خليني اسالك هون، يعني عم تشتغلوا تمكين مرأة بنفس الوقت، يعني السيدات ايضا بتعلموهم بتعطوهم خبرات، خبرين عن هالنقطة. طلعنا ربحنا افضل يعني جائزة افضل جمعية بال 2015 بتمكين المرأة بلبنان. صحيح. بين يعني كثير جمعيات مئات يعني. الجمعيات. صحيح. صح، لانه نحن مش بس بنعمل لها تدريبات مهنية، وقتها نعملها متابعة نفسية ونعمل لها بادجتينج ونعلمها ونتبعها ونواكب لها اولادها وكل هول ونوصلها ونلاقي لها وظائف، هيدي كلها مشان هيك قدرنا نطلع افضل جمعيه لبنانيه ب 2015. نعم، يعني شو حلو هذا العمل المتكامل، يعني بين اذا بدك المساعده لايجاد وظيفه، بين التربيه واللي هي بتقدر النقطه الاهم واللي اليوم عم نفتقدها، يعني خاصه عند العيال الفقيره بكثير عم نفتقدها، وهي عم تسبب مشاكل لبعدين. يعني اليوم اذا فينا ندارك بس موضوع التربيه، بعتقد الانسان لما يتعلم الا ما يلاقي الا ما يلاقي فرصه بمحل من المحلات. نحن مدارس الليليه كثير مهمه، لانه لاحظنا شغله انه الاولاد اللي بيوصلوا على البروفي وبيسقطوا البروفي اول مره وثاني مره ما بيقعدوا بيرجعوا على المدرسه، بيصير في تسرب مدرسي كثير كبير، وبيصيروا عم بيشتغلوا برواتب متدنيه، وبيصيروا بيعيدوا الحلقه بيرجعوا بيتجوزوا بيرجعوا بيجيبوا اولاد ومش قادرين يعيشون، وبنرجع ما بنوقف. اذا بدي اروح لعيد الميلاد المجيد والانشطه اللي خصيتوها بهذا العيد، رح يكون في نشاطين مرکزيين اذا صح التعبير، الاول هو ب 27 الشهر هو ثلاثه، لانه نحن من 2006 اطلقنا الميك كريسمس ويش كام ترو، من جمع هدايا الشخصيه لكل واحد من الولد لاهله للمسن اللي هن بيطلبوه، يعني مش بس بنجيب مثلا عدد كبير من الهدايا اللي يعني انه اشياء صغيره، بيطلبوا مثلا جاكيت لارج سوداء، بوت هيك، كوستيم مدرسه، طنجره او ست طناجر، يعني كل حدا شو بيطلب عن جد بتقدروا تعملوا دفايه مكوي. ايه، كل واحد شو هيدا. نحن بنأمن بنحط اللوائح كلها على الفيسبوك وعلى الويب سايت، وهن العالم هن عم بيعملوا شوبينج تبعهم بيجيبوا هالهدايا، بيجيبوا هذا الغرض، الغرض اللي هو. صح. مش كثير بالنسبه لهم بمحل. صح. من المحلات، ولكن هو شيء كثير مهم بالنسبه للثاني. مزبوط، وقدرنا نجمع 500 هديه شخصيه، وهذا المهم. لليوم عندنا 500 هديه شخصيه. صح، حلوين. ايه كثير حلوين، يعني طالب بيسيكلات ولا طالب، كل واحد طالب اللي بده اياه بيوصل له. رح نوزع الهدايا بحفلتين، حفله للمسنين وحفله للاولاد. للمسنين بمطعم البسمه، هذا المطعم اللي بيفتح كل السنه على مدار السنه من نهار الاثنين لنهار السبت، وبيوزع 25,000 وجبه ساخنه بالسنه. مجانا اكيد، مجانا بيوزعون للمسنين، للمسنين، وصرنا للعائلات، لانه صرنا عم نفتح كل يوم، وحتى عم نفتح وجبات للعشاء قد. نعم. ما الحاجات عم بتزيد. صحيح. رح نعملوا حفله كثير كبيره ب 22 شهر مع توزيع هدايا وموسيقى ورقص وهيك، واكيد جو العيد وطعم. نعم. العيد رح يكون لكم في حفله للصغار وحفله للكبار، اثنيناتهم بتضمنهم توزيع هدايا لكل المشاركين. بالسيتي سنتر رح تكون حفله كثير كبيره، رح يكون في 300 ولد ورح يجوا اهلهم، يعني رح يكون تقريبا في 400 شخص. ورح يكونوا عم بيلعبوا بالماجيك بلانت 51 ويتغدوا، واخر شيء بيجي بابا نوير بوزع كل هالهدايا الشخصيه. نعم، مطعم بسمه، هذا المطعم اللي عم بيخلق بسمه يوميه تحديدا. بدي ارجع اركز على المطعم اكثر لو سمحتي ساندرا، يعني اليوم في افكار، يعني بير مجدي بعتقد عم بيشتغل بهذا الاطار كمان مع سعاده السما ليأمنوا كمان وجبات متنقله بين المناطق اللبنانيه للناس اللي فعلا مش قادره تأمن وجبتها اليوميه. اول شيء وين موجود المطعم؟ نحن ببدارو، بس نحن
من 2004 بلشنا بسن الفيل، بقينا لل 2009 كمان عم فتحنا بالجميزة على 5 سنين، بكرم الزيتون، بفرن الشباك، هلا استقرينا ببدارو، بس عنا فان بتنقل بكل بيروت لانه في كثير اشخاص مسنين متروكين بيكونوا بسبب المرض ما بيقدروا يتنقلوا ولا يوصلوا على مطعم البسمه، فالفان تبعنا هو بيروح لعندهم والمتطوعين والاسيستنت سوسيال هن اللي بينزلوا. خبريني على عملية كيف بتصير، يعني بهمني يعني اليوم نشرح للناس كيف، يعني كم شخص بتطعموا كل يوم من هن المسنين؟ كل يوم عنا 50 شخص كل يوم، وعنا على العشاء النهار الخميس عنا غدا وعشاء، وأكيد بنهار العيد بيكونوا كتير أكتر، يعني ب22 الشهر متوقع 70 أو 80 شخص. الفان وقتها بيبرم، هذا شيء كتير مؤثر لأنه يعني مبارح برمنا، مبارح بالزيت برمنا ووزعنا في دونر، يعني هو تبرع يعطي لبارح برمنا عن 20 عائلة، عطى لكل عائلة $200 زيادة عن الوجبات الساخنة اللي نحنا صاروا يبكوا هيك تأثروا لأنه عن جد كانت فرحة كتير كبيرة. قديش مهم هذه الوجبة السخنة اللي نحنا الحمد لله يعني مؤمنة لكتير من الناس، ومنشوفها عادية ومنشوفها أنه وجبة أنه غدا مين بيحكي بصحن غدا، يعني في فكرة أنه ما حدا بيموت من جوع، أنا في أكد للجميع من اللي عم نشوفه أنه في كتير عيال مش بس مسنين عم بيموتوا من الجوع، يعني اللي عم بياكلوا اشياء بسيطه، يعني اشياء ما بتغذي، يعني اللي بياكل منقوشه كل يوم او اللي بياكل بطاطا مقليه بالخبز كل يوم، هيدا للاولاد على بكره على كبر رح يكون عندهم كثير امراض وفقر دم وكل هول ما بي يعني تماما. في متطوعين بمطعم بسمة، يعني كيف تشتغلوا كيف بتشوفوا طريقه العمل؟ نحن اكيد كله نحن جمعيه مرتكزه على التطوع، عندنا يعني اكيب، يعني اكيبات لكل شغله، مثلا عندنا لتعريب التيب مرتين بالجمعه اكيب، لمطعم البسمه كل يوم عندنا اكيب، للعشاء اكيب، للفان اللي بيهدا اكيب، للتيوتورينج عندنا اكيب، يعني كله كله تطوع، بنشتغل مع كل المدارس وكل الجامعات، كلهم عندهم ساعات اجباريه ونحن هذا الشيء كثير مهم لنا لانه بخلينا نقدر عندكم مورد بشري يعني كمان ليساعدكم بهذا العمل اللي مش هين، يعني عنا في عمل يومي نحن في عندنا عمل يومي حتى عندنا شيء مثل سوبر ماركت لانه عندنا الفود ايتم، نحن بنوزع 30,000 وحدة يعني ايتم غذائية يومية يعني كمان للتنظيف، كمان وحدة للتنظيف. نعم ساندرا، قديش الفرح متبادل يعني اليوم لما نقدم وجبة لمسن او لعائلة مع لكن مبلغ، نحن بننبسط اكثر منه، قديش فرح متبادل يعني هون الناس اللي ما جربوا ولا مرة، كيف بدنا نشجعهم يا جماعة روحوا على شي جمعية، ما تقدموا مصاري، ما تقدموا مواد، ما تقدموا شيء، بس قدموا من وقتكم ساعة او ساعتين كل يوم، خبريني كثير مهم هالشيء لانه وفي حدا كان عم بيقول امبارح وهذا المزبوط، نحن ببسمه كل سنه بنحس بفرحه العيد، بنحس بمعنى عيد الميلاد، لانه عيد الميلاد مش بس انه نحن نعمل عشاء عنا بالبيت، وقت نشوف هالقد الناس عم نفرحهم وعم نغير بحياتهم وعم نقدر نعمل فرق بحياتهم بحياه اولادهم، هذه هي الفرحه المزبوطه اللي بتمنى لكل يعيشوها ان شاء الله، كل الناس بتعيش الفرحه الحقيقيه بها هذا العيد، لانه هذا العيد هو مش بس مثل ما قلتي زينه وعشوات وغدوات، هذا العيد في له ابعد من هذا الشيء بكثير، واليوم جمعيات كثيره على الساحه اللبنانيه، كلنا فينا نكون متطوعين باي جمعيه بوقت كثير قليل، فينا نعمل فرق عند كثير من الناس، يعطيكم الف عافيه وان شاء الله دائما تزرعوا البسمه عند كل الناس وين ما كانوا موجودين، عند كل اللي بحاجه لبسمه بغض النظر عن طبيعه هذه الحاجه. اهلا وسهلا فيكي ساندرا خلاط عبد النور رئيسه جمعيه بسمه، شكرا لك، بنعاد عليكي، ثانك يو، ميرسي.